بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال الإمام الزرقاني رحمه الله، قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد بضم الجيم ودال مهملة ومعجمة، يعني يجد ويجذ معنى واحد، يصرم ويقطع منه، أي ما يقطع منه 4 أوسق من التمر. قال في القاموس في باب الذال المعجمة: الجذ الإسراع، والقطع، والقطع المستأصل يعني من نهايته. وقال في الدال المهملة: من جملة معان، أي ذكر أكثر من معنى في هذه المادة، حيث قال من جملة معان القطع، قال والقطع وصرام النخل كالجذاد، انتهى. والصرام قطع الثمر أو قطع الثمرة، قال تعالى: ليصرمنها مصبحين، لا يصرمنها، أي يقطعون ثمرها. وما يقطف بكسر الطاء وضمها، يقطع منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، يحصد بكسر الصاد وضمها، يحصد ويحصد 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد الرجل منه 4 أوسق من القطنية بكسر القاف وضمها، القطنية والقطنية والقطانية أيضا تسمى، وضمها لغة، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض لاختلاف الجنس، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من التمر بفوقية، يعني بثاء مثنى، أو في الزبيب وفي الحنطة أو في القطنية ما يبلغ النصف. عندكم كيو النصف الواحد 5 أوسق. إيش النصف الواحد؟ هو شركة، هما ها شخصين، ها الصنف، ايوا مش النصف، ما تجيش النصف ابدا، اي عارف، حتى انا عندي هكذا، لكن هي الصنف الواحد. والقضية هي معروفة، تولي اشرح فيه الشيخ محمد الزرقاني، معروف كله، يعني القضية قضية أجناس، ما تكون من الجنس الواحد ولو كان في الجنس نفسه أصناف فيما يضم بعضه إلى بعض، زي القطاني، قطاني 8 معروفات، فهذا إذا كان كلهن كون 5 أوسق هذا نصاب، يجب أن يخرج منه صاحبه العشر أو نصف العشر حسب السقي. وإذا كانت يعني الجنس واحد، ما فيش إلا صنف واحد، ما يخلطوش عليه غيره طبيعة الحال،
والإمام مالك كما تعلمون عند القطاني صنف واحد وعند جنس واحد، وعند أيضا الحنطة والشعير كذلك جنس واحد. نعم، يضم بعضه إلى بعض. نعم، ها أفهمتكش والله. زي الذهب والفضة بالضبط. نعم، زي الذهب والفضة صحيح. وضرب مثال مرة علينا في قضية، ربما يعترضوا على قضية ما الذي فرق بين مسألة الزكاة ومسألة الربا؟ قال لا، ليست قاعدة. رأيتم قال كيف أن الدينار الذهبي أي يساوي يعني بضعة درهم على حسب ما يتفقان. نعم، ليش حد محدود؟ لما تختلف أصناف النقود يعني القضية على التفاهم على ما يرتضيان. لكن كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، وبالنسبة في الزكاة يعني انظر فيها لمصلحة الفقراء، فلما يكون المسألة ترجع إلى فائدة واحدة جعلها جنسا واحدا. هذه كل التي يتكلم عنه الشيخ الزرقان، لكن الكلمة هذه لابد من تصحيحها. ما يبلغ الصنف الواحد 5 أوسق، ما يبلغ الصنف الواحد 5 أوسق، يعني ما يبلغ الصنف الواحد على حدة. مثلا الزبيب والحنطة هل يجمعان؟ لا، لا يجمعان، كل واحد جنس هذا. فإذا يعني حصل من الحنطة 4 أوسق ومن الزبيب 4 أوسق لا زكاة عليه. نعم، لكن حصل 4 أوسق من الشعير و4 أوسق من القمح هذا 8 أوسق، فعليه الزكاة. فالمدار على قضية الجنس. نعم، أو الصنف أو سميه ما شئت. قال أو 5 أوسق، عرفها الإمام الزرقاني كلمة 5 أوسق ب60 صاعا. قال 60 صاعا، وهي معروفة يعني 60 صاع صحيح، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل لماذا هنا اشترح بقضية صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصيعان تغيرت، أصبحت يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم معروف 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، لكن بعدها صارت أمداد أخرى. ولذلك الفقهاء لما يتحدثوا عن مسألة معينة يبينوا فيها بأي مد. ومن المدد المشهورة والأمداد المشهورة مد هشام، هشام بن عبد الملك، فهو أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أصناف مختلفة المنافع. هذا السبب اللي ما ضمتش لبعضها، لم تضم لأنها في المنافع متاعها مختلفة، لأنها أصناف مختلفة المنافع متباينة الأغراض، فلا يضاف بعضها إلى بعض ليكمل النصاب، كما قال النبي صلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ومن عنده 5 أوسق من تمر أو زبيب ليس عنده 5 من تمر، بطبيعة الحال عنده 5 أوسق من تمر أو 5 أوسق من زبيب، ليس عنده 5 من تمر. هو قال عنده 5 أوسق من تمر أو من زبيب، هو يقول يعني كل صنف الآن وجد فيه النصاب فعليه الزكاة. لكن ما فهمتهاش أنا، ليش عاود كلمة ليس عنده 5 من تمر؟ هو قال ومن عنده 5 أوسق من تمر أو من زبيب ليس عنده 5 من تمر، لا تركبش العبارة أبدا. إيه، ايه كي تمشي. ايه لو كان قال ومن عنده اقل من 5 اوسق من ايش؟
لا وبعدها قال ليس عنده خمسة من تمر تنفعش، ومن عنده خمسة أوسق من تمر أو زبيب لا ما تمشيش العبارة. لكن حنا نعرف القضية، الزبيب صنف والتمر صنف، نعم. فمن كان عنده ستون صاعا فعليه أن يخرج الزكاة، ومن ملك دون ذلك فليس عليه زكاة. هذه القاعدة العامة، نعم. هي النسخة سقيمة الحق يعني. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف على اختلاف أنواعها ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، هذه معروفة قلناها قديش مرة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، هذه أيضا واضحة. وتفسير ذلك أن يجد يعني يقطع الرجل من التمر للنخل خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه يقول إن التمور بجميع أنواعها تعتبر صنفا واحدا، يعني لا يهمنا قضية التسميات، ومعروف أن التمور أنواع، أنواع لا تحصى، مش أنواع بس، أنواع لا تحصى. فالتمور كلها تضم أو يضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت جميعا خمسة أوسق ستين صاعا أربعين مرطة بالمكيال الليبي فعليه الزكاة. وإن نقصت عن ذلك، الذي يعول عليه هنا هو ضم هذه الأصناف بعضها إلى بعض، لأن يشملها كلمة التمر، نعم، ما نشملها كلمة التمر خلاص ما عادش يهمنا أنواعها. قد ذكر الإمام مالك في فيما مر بنا في المتن أن عندهم أنواع كثير، الجعرود ومصران الفارة وما إلى ذلك، أن تسميات مختلفة، وبعض البلاد عندهم أنواع لا تحصى ولا تعد، نعم. وإن اختلفت أسماؤه، نعم، كبرني وصيحاني، هذه من أنواع التمور معروف، دائما الفقهاء يذكرون ذلك، نعم. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه لا يهمنا أجناسه. قال بعضهم وأهل المدينة يسمون النخل كله الألوان ما خلا البرني والعجوة، والباقي يطلقون عليه كل ألوان، يعني هذا تسميات مصطلحية. وقال وهو مهما كان لا يهمنا في اصطلاحات الناس وتسمياتهم للتمر، فإذا أطلق عليه أو دخل في جنس التمر يضم بعضه إلى بعض، هذه القاعدة العامة، نعم. وقال أبو حاتم الألوان الدقل، هو تو يفسر في كلمة وألوانه التي وردت في المتن هنا، شو معناها هذه؟ نعم، هل هي كلمة معناها أجناس، أو هي نوع من النخل هكذا يطلق عليه، أو هو الدقل عند بعضهم؟ النتيجة واحدة كلها. فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك أي خمسة أوسق، وفي نسخة فإن لم يبلغها بدون إعادة الظاهر فلا زكاة فيه لنقص النصاب. وكذلك الحنطة، الحنطة هي أنواع، وإحنا عندنا نفس القضية، القمح الطعام أن أنواع، نعم، أكثر من نوع في بلادنا، فإنه كله تطلق عليه حنطة فيضم بعضه إلى بعض. وكذلك الحنطة كلها السمراء، تأنيث أسمر سميت بذلك لسمرتها، والبيضاء تأنيث الأبيض لبياضها. احنا عندنا هنا السويدة، نعم، يقال السويدة، ويقال أكل طعام الزقطيط، نعم، كأنها قشرة بتاع رقيق، ففيه أنواع، نعم، لكن كلها تحت مسمى القمح. ثم قال والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، وقلنا السلت حتى نوع من الشعير، القشرة ما هناكش متاعها، نعم.
لتقارب منافعها. لماذا يعني جعلت صنفا واحدا؟ لتقارب منافعها. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وبهذا قال الحسن، الآن تحول إلى المذاهب الأخرى خارج المذهب، نعم، فذكر مذهب الحسن، الحسن البصري بطبيعة الحال إذا أطلق، الحسن بن أبي الحسن. قال الحسن، وكان عنده مذهب من المذاهب التي انقرضت، نعم. وبهذا قال الحسن وطاووس اليماني والزهري محمد بن شهاب وعكرمة مولى ابن عباس، وقال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها، وهي خلافها في الخلقة والطعم إلى غيرها. هذا رأي الأحناف والشافعية والحنابلة، قالوا لا يضم أي حبوب لها صنف معين وطعمها مختلف أو شيء من هالقبيل، كل يعني تحسب على حدة ولا يضم بعضها إلى بعض. نعم، لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد، يعني حتى التسمية جعلوا لها دخلا في المسألة. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عرفت باسم منفرد دون صاحبتها، وهي خلافها في الخلقة والطعم إلى غيرها، كل واحدة تحسب على حدة. قال الباجي، ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم. صحيح الأحناف ما لا، هذا لا يؤثر كلام أبو حنيفة أن هذه الأصناف تحسب كل على حدة. لماذا؟ لأن أبو حنيفة لا يشترط النصاب، فمن حصل له شيء قليل أو كثير فعليه أن يخرج زكاته. إذن النتيجة واحدة بالنسبة لهذه المسألة عند المالكية والأحناف. أما من يحسب قضية النصاب فإن هناك خلافا فعليا. نعم. قال ولا يتجه بيننا، كلام الباجي، ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم. لما؟ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب، فهو يزكي القليل والكثير منها. قال ورأي مالك، من هو اللي قال؟ الباجي. ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع. الآن هو يعلل، الباجي يعلل لما ذهب إليه مالك، هنا يذكر علته. قال ليش؟ لأنها متقاربة المنافع، مثل الذهب الجيد والرديء، فهو ذهب، والضأن والمعز والبخت والعراب، هذا كل مر بنا احنا. نعم، قلنا البخت هي نوع من الإبل ذات سنامين. فمنافع القمح والشعير والسلت متقاربة، هذا رأي الإمام، متقاربة ولا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد. والأظهر عندي، كلام الباجي كله، والأظهر عندي تعليل ذلك بتشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة، وهما أقرب تشابها من الحنطة. فإذا تشابه نوع من الشعير مع نوع من الطعام فمن باب أولى تشابه الجميع.
وهما أقرب تشابها من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا وسلم لنا المخالف العلس، قال يخلطوا عليه فيلزمه تسليم السلطة. رأيتم أن يعني الباج اتجه إلى قضية التعليل بالقياس، لأنه هو ذهب إلى المدرسة المالكية العراقية استفاد منهم ذلك. هذه ما تلقاهاش المناقشات عند المغاربة الذين لم يغادروا الأندلس والمغرب. نعم، لكن الباجي معروف يعني ذهب إلى المدرسة العراقية المالكية فاستفاد منهم في قضية الجدال، قضية المجادلة مناقشة. ويلحق به الشعير: فإن الأمة على قولين. يعني القول الأول أن الثلاثة صنف واحد، ما هذا مذهب المالكية، أو أصناف، كل ثلاثة كل واحدة بروحها صنف. فمن قال السلط والحنطة صنف والشعير صنف ثان فقد خالف الإجماع، لأن الأمة لا تعرف إلا قولين، فهذا اختراع قول ثالث. أيوة. فقد خالف الإجماع، فإذا ثبت ذلك فالزكاة مبنية على المواساة. هذا كله يعني كان تقوية لمذهب مالك، لأن لما يضم عدة حاجات لبعضها معنى ذلك أنه في صالح الفقير. نعم. فإذا ثبت ذلك فالزكاة مبنية على المواساة، فإذا قصر صنف عن احتمالها وعنده صنف منفعته مع المقصر واحدة ومقصودهما سواء وبلغ جميعا قدرا يحمل المواساة وهو النصاب جمعا واحتمل المواساة ولا ينظر إلى اختلاف الأسماء مع اتفاق المنافع. اللي يعول عليه هو المنافع عندنا دائما. وكذلك الزبيب كله أنواع وأنواع تضم بعضها لبعض لأن يشملها كلمة الزبيب. نعم. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق أي بالمجموع وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه لنقصه عن النصاب. وكذلك القطنية وهي صنف واحد كلها في الزكاة يجمع بعضها إلى بعض، مثل الحنطة، أنواع الحنطة يعني مش الحنطة هي قطنية، مثل الحنطة كلها صنف. والتمر والزبيب كل واحد منهما صنف طبيعة الحال، وإن اختلفت. نعم. أن القطانية والقطنية، القطنية اللي يذكرها الآن وأنها تضم، هي الحمص، هذا أول أنواعها، الحمص والفول واللوبيا والبسيلة والترمس والعدس. أنا أعود لكم: الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والبسيلة، هذه هي القطاني السبعة يضم بعضها إلى بعض. يذكرها هنا أو ذكر أكثرها على الأقل، وقلنا في المتن يعني ذكرها. والتمر والزبيب كل واحد منهما صنف وإن اختلفت أسماؤها وألوانها أجناسا. التمر والزبيب. نعم. وإن اختلفت أسماؤه وألوانها أجناس. إيش عندكم أجناسها؟ والتمر والزبيب كل واحد، هذه ما يخلطهنش على بعضهم أبدا. به. وإن اختلفت أسماؤها وألوانها يقصد كل واحد منهم على حدة، التمر بجميع أنواعه والزبيب بأنواعه المختلفة، كل واحد صنف وحده. قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يجمع تمر إلى زبيب. هذه فهمناها. نعم، تمر والزبيب ما يجتمعش أبدا، فيعني فصار أصلا يقاس عليه،
فصار أصلا يقاس عليه يعني بقية الأمور كيف يجمع بعضها وكيف لا يجمع بعضها، كأن الأصل المقيس عليه واللي انطلقوا منه هو هذا، أن التمر والزبيب صنفان لا يجمعان. نعم. والقطنية بيعرفها الحمص بكسر الحاء وشد الميم، مكسورة عند البصريين مفتوحة عند الكوفيين، الحمص والحمص اثنين صحاح. والعدس واللوبيا والجلبان والترمس وبسيلة الفواكه كما أفاده بقوله وكلما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، يعني نعم شانكم الفول إيه والفول نعم صحيح وترمس وبسيلة وبسيلة والفول صحيح والله هذا غير ما قصة نقطتين إيه الفول نعم سميت أنا قبل قليل نعم. وكما أفاده بقوله وكلما ثبت، بعد أن ذكر هذه الأسماء أحالنا على ما تعرف عليه الناس، ما سموه قطنية فهو قطنية يضم بعضها إلى بعض وما لم يكن منها لا يضم إليها. لإقامته وهو الفول والبسيلة والترمس، شو لإقامته؟ سبب القطنية، لماذا؟ نعم، لماذا سميت قطنية؟ هي كلمة قطنة شو معناها؟ أقام بالضبط، هذا بس قال هنا لإقامته سميت بذلك كأنه يمكث فترة، نعم. لإقامته وهو الفول والبسيلة والترمس، وليس منها الكرسنة على المذهب كما مر، لأنها علف هذا، لأنها علف الدواب. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج صاع هشام صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحصود من أصناف القطنية السبعة، لأنه يضم بعضها إلى بعض كما ذكرنا، من أصناف القطنية السبعة كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعض إلى بعض بدل من ذلك، كلمة ذلك يعني أبدل منها كلمة بعض. وعليه فيه الزكاة لتقارب المنافع، قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما والحنطة فيما أخذ من النبط بفتح النون والموحدة نعم اللي هي الباء النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة، نعم يعني القطنية يجمعها مع بعضها والحنطة لم يجمعها، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد. إذن هذا من اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اقتدى به مالك في هذه المسألة، فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. ولا قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يعني اجتهاداته في كثير من المسائل يعني تحتاج إلى دراسة، لأنه كان يجتهد في كثير من الأمور يعني ناظرا إلى مصلحة الأمة، نعم، حتى إنك تقول ربما يكون قد خالف السنة أو ما ورد فيه النص، وهو لم يخالف بطبيعة الحال لأنه أدرى بالنص لأنه عاشاه في المدرسة نفسها، والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث، ومعروف تعرفونه كلكم يعني قضية أن القرآن نفسه وافق عمر في كثير من المواضع، نعم. فالمهم هنا يعني اجتهد فأخذ من البعض العشر من الكفار، يعني هو الذين دخلوا المدينة يعني كان نوع من الضرائب، يعني
أخذ منهم العشر، وفي بعض السلع أخذ منهم نصف العشر. اللي أخذ منهم نصف العشر لعدم وجود ذلك في المدينة كثيرا، حتى يتشجعوا ويأتوا بتلك السلع إلى المدينة حتى يستفيد الناس الذين سكنوا المدينة. واللي أخذ منهم العشر يشوبوا ما يكتروش من المجيء، ولا حاجة لسكان المدينة بهذه، لأنهم يعني عندهم ما يقابلها. رأيتم يعني قضية النسبة في الأخذ تؤثر في قضية الجلب. نعم، وهذه بكثرة لما المالكية يعني توسعوا في هذه المسألة عندما تحدثوا عن قضية جلب الطعام إلى مكة وإلى المدينة. يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة كما يأتي في عشور أهل الذمة التي سيطرقها. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد؟ يعني في الربا ما فيهاش وفي الزكاة تجمع، يعني هذا الاستفسار، هذا السؤال الذي طرحه الإمام. قال ماذا؟ قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والربا لا يعمل فيها والرجل يأخذ أي يشتري منها من القطان اثنين بواحد؟ يعني في الزكاة صنف واحد وفي الربويات أصناف. أيوة، هذا السؤال الذي طرحه. كردبين لوبيا بإردب عدس، مع أنها من القطنية لكن يجوز أن يشتري الرجل إردب بإردبين، يعني من صنف القطاني، ولا يقال له إن ذلك حرام. يدا بيد، بطبيعة الحال الأطعمة كلها لا بد فيها يدا بيد. أي مناجزة، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد، طبيعة الحال لأن ممنوع التفاضل يدا. قيل له وبجاوب الآن في الجواب: لا تلازم بين البابين. نعم، ولذلك تو بيستشهد بقضية الذهب والفضة بالضبط. لا تلازم بين البابين، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وهذا هو أضرب مثال هذا، لأن المسألة هذه ما هيش خاصة بمالك، بل يقول بها غيره في قضية الذهب والفضة. وبذلك معناه كما المسألة وجدت في الذهب والفضة، يمكن أن توجد في أصناف الأطعمة، فتكون في الزكاة مضمة وتكون في الربويات جائزة التعامل. قال: لا تلازم بين البابين، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد، قلنا على حسب ما يتراضيا. فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل فيها حتى يأتي سؤالك، فقد يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاة، وقد يباح وهو جنس واحد كالذهب والفضة، فالزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية. ما ليش المعول عليه ايش هي؟ قلنا عليه حين نظر الى المنفعه والاغراض. نعم، بل تقارب المنفعه وان اختلفت العين، العين غير منظور اليها. نعم، وان اختلفت العين رفقا بالفقراء، هذه القاعده العامه، الرفق بالفقراء، قلنا هي مبنيه على ايه؟ على المواساه. نعم، الزكاه. لكن بالنسبة للربويات
القضية تتصل بأعيانها، يعني الشرع نعم يعني وضح قضية أن هذا لا يجوز بهذا، نعم مراد أعيانها. وأما هنا المقصود مواساة الفقراء، فالنظر دائما إلى المنفعة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. رفقا بالفقراء بخلاف البيع، بدليل أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة، وهما جنسان في البيع، وهما جنسان في البيع كما أشار له الإمام رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، أي جعلها أجناسا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين. هذه مسألة الشركة، وتحدثنا عنها احنا في الماضي راو، وقلنا الشركة يلزم ينظر فيها إلى ملك كل أحد على حدة، لا يهمنا، فمن حصل من حصته نصاب فعليه الزكاة، ومن لم يحصل نصاب لا شيء عليه. ما عندناش لقضية الحسبان كأنه من مالك واحد إلا في الخلطة في الماشية، أما بقية الأشياء لا. نعم. بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق، يعني أربعة أربعة لكل شخص، ثمانية أوسق من التمر، أنه لا صدقة عليهما فيها إذا كانوا أنصافا، وإذا كان واحد عنده خمسة والآخر عنده ثلاثة فالذي عنده خمسة عليه الزكاة، ولا زكاة على من كان عنده ثلاثة أوسق، لنقص كل عن النصاب. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق والآخر ما يجد أربعة أوسق مثلا أو أقل من ذلك أو أزيد، ولم يبلغ خمسة في أرض واحدة مع بعضهم، هم شركاء، فإن كلا على حسابه، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق لبلوغ النصاب، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة، لأنه لم يملك نصابا. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها التي فيها الزكاة يحصد، أو النخل يجذ، أو الكرم يقطف زبيبه، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة وما ضاهاها في أن فيه الزكاة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. فالمعتبر ملك الرجل، ملك كل رجل خاصة، وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهو أصح ما في الباب. هذه واضحة، نعم الشركة ما فيهاش إشكال بتاتا، شركة دائما كلها باستثناء الخلطة في هذيك، ما هي الشركة، الخلطة في المواشي، هذه قلنا تعامل معاملة المالك الواحد بالشروط التي ذكرناها. وأما بقية الأشياء إذا قيل لنا أن فلان شركة مع فلان لا يهمنا، حتى في قضية لما يرث الإخوة الأبناء، أبناء الميت يرثون زرعا لم ينضج بعد، لأنه إن نضج قبل أن يموت مورثهم قلنا هذا على ذمة المورث، يخرجون زكاته ولا بد، كأنه شخص واحد لأن ليه هو، فإذا مات قبل النضج ننظر إلى كل من ينوبه شيء بعدها من الميراث،
فمن ومعروف ان المواريث يعني حصتهم مختلفه، الورثه نعم في اللي عنده هلبه وفي اللي عنده شويه، فمن بلغت حصته خمسه اوسق فعليه الزكاه، ومن لم تبلغ ذلك فلا زكاه عليه، نعم، مع انه هم شركه. قلنا وقال الشافعي الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشيه يزكون زكاه الواحد، كانها خلطه ماشيه بدون شروط، لكن يعني لو واحد عند الربع في مبلغ من الذهب وشخص اخر له ثلاثه ارباع وقد وصل يعني الملك الجميع وصل نصابا اي 20 مثقالا او 200 درهم بالنسبه للفضه، فان زكاه تؤخذ منهم كانهم رجل واحد، ثم بعد ذلك يترادان على نسبه ملكهم، صاحب الربع ياخذ من الربع وصاحب ثلث ارباع يدفع ثلاثه ارباع، لكن المهم انه يؤخذ كمالك واحد. وقال الشافعي والشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحد، واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة. احتج بأن الوقف كأنه شركة، لما يوقف حائط معين على الفقراء، الفقراء لا حصر لهم وقد بلغ ما يحصد منه وما يقطف بلغ نصابا، قال او ناخذ منا احنا في الزكاه، مع ان لو فرقناه لا يحصل لكل واحد نصاب. هذا راي الامام الشافعي، حجته ان الوقف تؤخذ منا الزكاه، والوقف معروف يعتبر شركه لان الفقراء شركاء فيه. فرد عليهم المالكيه أن الوقف من حيث الملكية ما زال على ملك صاحبه، وإنما الذي للفقراء هو ريعه، نعم، ما يخرج منه، إذن هو زكيت على مالك واحد، لأن الملك. وهذه مسألة خلافية من الأصل، خلافية في قضية الوقف نفسها، هل يبقى على ملك الواقف أم يفارقه ويصبح للفقراء بالفعل ولو كانوا غير معينين؟ هذا المصدر الخلاف، وبناء على هذا الخلاف نعم تركب خلاف آخر في قضية هل تؤخذ الزكاة من ملكي أو كأنه مالك واحد أو كأن الملاك كثيرون. نعم، قلنا واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة، نعم الوقف يعني الحبس، واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة وليس في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، والشركاء أولى بهذا المعنى. هذا رأي الشافعية، والشركاء أولى بهذا المعنى منين؟ من خلطاء الماشية. وأجاب ابن زرقون، وابن زرقون قلنا احنا كتابه في الجمع بين المنتقى والاستذكار، منتقى للباجي والاستذكار لابن عبد البر. وأجاب ابن زرقون بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحد. سبحان الله، يعني قضية ابن زرقون هذا أمر غريب، نعم، ليس في هذه المسألة فقط، ولا كذلك الشركاء. يعني خالف المذهب لا لم يخالفه، بل علل له، ايه لا ما خالفش بس أيده، بل وجد له يعني علة. ولا كذلك الشركاء، انتهى، أي كلام الزرقون انتهى. وأما الخلطاء فقد اشترطنا أيضا أن يملك كل نصابا، احنا قلنا المالكية عندهم من شروط زكاة الخلطة في الماشية
أن يملك كل نصابا. إذا واحد عنده 40 شاة والآخر عنده 39 وتوفرت كل القيود فيهم، الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت إلى آخره والسقي الدلو إلى آخره، فإنه لا زكاة على صاحب 39، وإنما يزكي صاحب 40، يزكي نعمه، يزكي ماشيته، لأن شرط مالك أن الخلطة لا تصلح إلا إذا ملك كل نصابا. نعم. وأما الخلطاء فقد اشترطنا أيضا أن يملك كل نصابا، وإنما زكوا كالواحد تنزيلا لهم منزلته، منزلة الواحد يعني، لنص أي لسنة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وظهرت حكمة ذلك بالارتفاق في الرعي ونحيه. يعني لماذا جعلوهم كمالك واحد؟ لأن نظروا على أنه حصل لهم ارتفاق بخلطتهم هذه، نقصت إيش؟ المؤونة متاعهم، نقصت براعي واحد ومبيت واحد وسقي واحد إلى آخره، فعوملوا بسبب هذا الارتفاق كأنهم إيه؟ كأنهم شخص واحد. أيوة. بالارتفاق في الراعي ونحوه. قال مالك: السنة عندنا أن كلما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر، ويجوز أن تقرأها بالجر، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها أو كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته يوم حصاده سنين، ظرف لأمسكه، أمسكه سنين أي مدة طويلة، ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. هذه قضية معروفة، أنت لما تزكي القمح متاعك أو الشعير أو الأرز أو كذا، نعم، ثم بعد ذلك مكث في بيتك سنوات طويلة وقعد فائت النصاب، هل تزكيه مرة أخرى؟ لا، خلاص أنت زكيته عندما حصته، انتهينا. فإذا بعته والحالة هذه وقبضت ثمنه، فإنك تستقبل بهذا الثمن حولا قادما ما لم يكن للتجارة. أما إذا فاتحك دكان أنت، هذا كإما أن تكون محتكرا أو تكون مديرا، قد فصلنا ذلك في شرح الرسالة. إذن هنا قال نعم ما عاش فيه هذا زكاة فيه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، أي ليست تجارة، هذا معنى كلام، يعني لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها، في أنه يستقبل بثمنها أي حولا. والحال أنه لم يكن للتجارة بهذا القيد، نعم، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل يحصلها يعني، ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا تكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. نعم، هذه القاعدة العامة واضحة. وهذا إذا كان الأمر اللي تحدث عنه كله إذا كان للقنية، نعم، وهذا إذا كان للقنية أي للتملك، للأكل والإهداء وما إلى ذلك، كما قال ولم يكن للتجارة، وذكر مفهومه، نعم، اللي هو للتجارة، مفهوم ما ذكره بقوله فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال، نعم، لأنها تصبح مال تجاري، والمال التجاري عندما يباع ويمكث على بيعه سنة يخرج منه إذا كان نصابا، طبعا إذا كان نصابا، حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به، إن كان محتكرا، فإن كان مديرا قومه بعد حول من يوم زكاه كما في المدونة عن ابن القاسم.
قلت لكم عليه يعني إذا كان تحول للتجارة بعد ذلك يسري عليه أحكامه المحتكر أو المدير، وقد فرقنا بينهما. المدير هذا يقوم عندما يصل سنة تجارته، يقوم كل ما عندهم بضاعة للتجارة فيخرج منها العشر والربع العشر عفوا 2.5%، وإذا كان يعني من المحتكرين لا يخرج منها شيئا حتى يبيعها ولو بقيت 10 سنوات أو حتى أكثر. فإذا باعها زكى ثمنها آنذاك لحول واحد. نعم أيوة. طبعا ديما النصاب ديما معنا. نعم حتى التاجر قلنا احنا التاجر الذي افتتح دكانه يبيع حاجات مختلفة افتتحه بدينار واحد يوم واحد محرم مثلا، فأتى محرم الآخر وقد وصلت بضاعته ولو قبل يوم 20 دينارا ذهبيا عليه الزكاة، إذا وصلت 19 لا زكاة عليه. نعم أيوة. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. وبالسند المتصل عبيد الله بن يحيى قال، يعني حدثه يحيى قال قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. نعم. الرمان والفرس أو الرمان، نعم هذا يعني الفواكه بدل من الفواكه وهي مجرورة، وبدل المجرور مجرور. من الفواكه كلها صدقة، هذا اسم ليس. الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب. هذه مسألة واضحة، إلا في حاجة واحدة، يعني قضية إيش هي الفواكه وإيش هي البقول، لكن يعرفها الناس. والإمام مالك عنده لا زكاة فيها، لا زكاة لا في الفواكه ولا في البقول، وسيحدثنا الزرقاني رحمه الله عن ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.